عايزين نعمل تجربه الفيسكوستي، قالها لزوجة. عايزين نعين الهدف من التجربه، عايزين نعين معامل اللزوجه لسائل لزج باستخدام قانون ستوك، ديترمينيشن اوف فيسكوستي كوفيشنت اوف فيسكوس ليكويد باي يوزنج ستوك سلو. تمام، عندك هنا الادوات: سفيرز، ستوب ووتش، مايكروميتر، ميتاليك رود، جلاس تيوب اوف جليسرين. هتجيب اول عندك ايه النظريه بتقول لك ان ستوك سلو بيساوي معامل اللزوجه بيساوي 2 على الجي في الار تربيع على الفي في الرو اس ناقص الرو ال في الجي. تمام، عندك هنا الار دي اللي هي راديوس اوف سفير نصف قطر الكره، وعندك الفي اللي هي سرعه الكره في السائل فيلوسيتي اوف سفير، رو اس دنسيتي اوف سفير كثافه الكره، وهو هيبقى مديها لك في المساله، مش هيجي مش هبقى قصدي في التجربه مش هي مش تحفظها، والرو ال اللي هي دنسيتي اوف ليكويد برضه مش تحفظها، اللي هي 1.6 دي كثافه السائل مش تحفظها. دي معامل علامه معامل اللزوجه، والجي جرافيتي اكسلريشن. احنا قلنا الادوات، عندك هنا هيبقى هو مديك الدي مش هتجيبها، هيديك دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. هنفترض ان هما معانا عشان هما دلوقتي ايه مش معانا، مش لسه هنقيسهم، هنقيسهم بقى في الايه في التجربة الجاية. هيبقى مديك دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة، يعني هو مديك تلات، هو مديك قطر كل كرة متسلمة لك، فمش هتضطر انك تجيبهم. الار بيساوي دي على 20، ده على 20 ليه؟ لان دي هو مديها لك ده القطر كامل، على 2 عشان تجيب نص القطر، ف10 عشان ده هيبقى بالملي، فانت الملي هيبقى عشان تحول الملي لسم تضرب هتقسم على 10، هو في 10 اس سالب 1، فهي ايه؟ تنزل تحت يبقى هتقسم على 20. هتجيب الار تربيع عادي ما انت هيبقى معاك دي، وهتجيب التي، والفي بيساوي الاكس على التي، انت كده كده هتثبت مسافه وانت بتشتغل التجربه، والزمن هنجيبه بالايه؟ بالستوب ووتش. بس خلوا بالكم الستوب ووتش هنا، يعني مثلا احنا ضغطنا ستارت حصلت معانا اي، ضغطنا ستارت حصلت معانا اي وقت، لازم تضغط ستوب قبل ما تضغط ريسيت، لانك لو ضغطت ريسيت قبل ما تضغط ستوب هتهنج منك. تعالوا بقى نشتغل التجربه كده. اول حاجه احنا هنبدا حساباتنا من عند ال 80 عشان نثبت المسافه، هنبدا من عند ال 80 عشان نلحق نحسب وقتنا. وانا تحت عند الكام؟ عند ال 30، المسافه كلها كام؟ 50. تختار اي مسافه بس تثبتها، مش لازم يعني المسافه اللي انا هقولها لك. هنيجي نزل الكره اللي هنا كده ونجهز ده على الايه؟ على الستوب ووتش. بص جت عند 80 وضغطنا، جت عند ال 30 ووقفنا، طلع الزمن معانا وليكن 2:31 ثانيه. تمام، هنيجي بعد كده نضغط ريسيت، هنسجل ده عندنا طبعا بس مش هنسجله لاننا مش معانا القراءه كامله. تمام، هنيجي بعد كده نرجع رامين التانية عند ال 80 هنا ونرجع متشغلين، تنزل عند ال 30 تحت ونوقف، طلع الزمن 4:75%. هنيجي بقى عند الكرة الأخيرة بس نضغط ريسيت بعد ما نوقف، ما نضغطش قبل ما نوقف، ضغطنا ريسيت، تعالى عند الكرة الأخيرة وهنزل، تعالى عند ال 80 وشغل. فصلنا عند ال 30، طلع الزمن 6:56%. هنسجل التلات قرايات دول زي ما ظبطنا الدنيا كده، هنسجل التلات قرايات، الزمن هنا وهنا وهنا. بعد كده هناخد ان الفي بيساوي الاكس على التي، الاكس احنا مثبتينها الاكس بكام؟ ب 50، 80 ناقص 30. بعد كده هنرجع نسمي العلاقه بين الفي والار، الار هو اللي بيتغير فعشان كده برضو الفي ايه بيتغير، يبقى الار على الافقي والفي على الراسي. السلوب بيساوي الدلتا في على الدلتا ار تربيع، والقانون كان بيقول ان هي ار تربيع على الفي مش الفي على الار تربيع، فكده قلبناها. يبقى معامل اللزوجه بيساوي الواحد على السلوب عشان ترجع لاصلها، في الاثنين على 9 في 9.8 في رو اس ناقص رو ال، والوحده بتاعتك وخلاص كده.